إذا تتذكر المرة الماضية بدينا نبني بالإنفرتر وخلصنا. هون كان عندي الريكتيفاير. الريكتيفاير كان يدخل له هون 3 فيز. تذكر الريكتيفاير قلنا كان uncontrolled. فكان يوصل وكان يطلع عندي هون دي سي فولتج. طبعا الدي سي فولتج هذا راح يكون فيه ريبل. كم بلس؟ 6 بلس. وبنحاول نخفف من هذا الريبل اللي موجود هون. في عندي هون الدي سي بس. نحط عليه مجموعه من الكاباسترز هاي. والكاباستر كمان ميزته انه هو لاحظوا تذكروا كان 1 فرد فبيحفظ طاقه فبعطيني مور ستابيليتي في السيستم. يعني اذا صار في ديماند اضافي على المحرك، المحرك او الانفرتر بيقدر ياخذ من الطاقه المشحونه هون قبل ما يحتاج انه يشحن من هون، فبعطي السيستم مور ستابيليتي. الكاباسترز هذول مهمين. هلا لاحظوا هذا بنسميه فولتج سورس انفرتر في اس اي. في كرنت سورس انفرترز بيكون بدل ما يكون في كاباستر هون بيكون في عندي سيريز اندكتر. فاذا عندي كان هاد بعد الريكتيفاير اخذت هون اندكتر هذا كرنت سورس انفرتر سي اس اي. دكتور لان الفلتر الكباستر استخدمناه هون بشلته، بس ممكن نروح بعد كمان نظبط الباور فاكتور اللي بعدها. يعني هي الجواب لها تاثير على الباور فاكتور. هو عاده الباور فاكتور الباور فاكتور عندي احنا حكينا بالتفصيل، ما حكينا بالباور فاكتور بالتفصيل هون مش هيك. هلا هو عاده الباور فاكتور عندي بيتحسن لما هذا اعمله ان كنترول. يعني مجرد ما عملت هذا كان uncontrolled وحولته ل كان controlled وحولته ل uncontrolled راح يحسن بشكل كبير الباور فاكتور. الباور فاكتور بيعتمد على كوساين الفا اللي هي الفايرنج انجل اللي موجوده هون. هلا هل الكاباستر هل الهدف منه يحسن الباور فاكتور؟ انا والله ما بعرف، انا مش متاكد. السبب الرئيسي انه هو يخفف الريبل اللي موجود هون وبعطيني نوع من الستورج زي انيرشا. كيف الفلاي ويل في الميكانيكال سيستم عم بعطيني نوع من الستورج. اذا صار في ديماند اضافي على المحرك في عندي هون انرجي مخزنه هون اللي هي ايش قيمتها؟ ايش قيمه الانرجي المخزنه في الكاباستر؟ هاف سي في سكوير. يعني الاندكتر مخزن فيه الانرجي اللي في الاندكتر هاف ال اي سكوير والانرجي المخزنه في الكاباستر هاف سي في سكوير. ففي عندي انرجي بالجولز مخزنه في هذا الكاباستر بتساعدني اذا صار في ديماند بعدين على المحرك فجائي في عندي هون بخفف، والا راح يصير في دروب في الدي سي بس مش راح يقدر يحرك المحرك بالتورك اللي مطلوب عندنا. اللي شائع بشكل رئيسي اللي بنستخدمه عاده هو الفولتج سورس. وهذا غالبيه الانفرترز اللي عم تشتريهم بيكون فيهم الكاباستر بيكون هو الفولتج سورس انفرتر. في تطبيقات للكرنت سورس انفرتر بس انا ما راح اقضي عليه وقت ولا راح ادخل فيه بالتفصيل. راح نركز بشكل رئيسي على الفولتج سورس انفرتر. اذا صار عندي الان هلا المرحله اللي بعدها بدي اخذ الان هذا الدي سي اللي راح افترضه تقريبا هون، وبتتذكروا انه هذا الفولتج اعلى كان من الفولتج تبع السبلاي من هون، وحطينا الفورمولا اذا متذكرين كانت الفورمولا في افريج للدي سي بس كانت بتساوي 3 جذر 3 على فاي مضبوط في فيز بي. ماشي متذكرينها هاي؟ هذه هي الفي فيز تبعت ار، يعني ار مع نيوترال او اس مع نيوترال او تي مع نيوترال، والبيك تبعها ضربناها في 3 جذر 3 واعطانا قيمه تقريبا كانت البيك تبع هاي كان حوالي 563 متذكرين؟ 565 شيء زي هيك، والافرج كان حوالي 535. ماشي الكل متذكر الافرج مش اشتغلنا عليها المره الماضيه؟ هلا بدنا ناخذ هذا الفولتج الان راح ندخله على انفرتر. اذا هلا نطلع على في اف درايف. هلا راح نحكي عن الانفرتر. الانفرتر في المعنى هذا هي عكس الريكتيفاير. الريكتيفاير حولت من اي سي لدي سي، الانفرتر راح يتحول من دي سي لاي سي راح يتغير في الفريكونسي. اذا عندي الان اول مرحله وابسط نوع ابسط شكل من اشكال الانفرترز بنسميه ستيب ويف انفرتر. هلا هذا مش مستخدم مش موجود بس انا بحكي عنه شوي عشان تقدر اهميه ليش انتقلنا ل تي دبليو ام. ايش مش شغاله ولا؟ هلا ستيب ويف، ستيب ويف من وين اجت كلمه ستيب ويف؟ زي ستيبس يعني درجات مش ساينوسويدا. انا طبعا في عالم مثالي لو عندي هذا هون مثالي من هون بدي الفولتج كيف يطلع شكله؟ ساينوسويدا ساينوسويدا.
بس انا كمرحله اولى هذا هون رح اشغل هيك ستيب ويف انفرتر. اذا بنفكر فيهم هذول عباره عن ست سويتشات رح يكونوا عندي اي جي بي تيز. اي جي بي تي اختصار لايش؟ انسوليتد جيت باي بولر ترانزستور. فهذول رح يكونوا اي جي بي تيز. غالبيه المستخدم الان هو اي جي بي تي. فعندي 6 اي جي بي تيز عشان يطلع لي 3 فيز. والاي جي بي تي بيستفيد من مين؟ بيستفيد من الايز اوف سويتشنج والكنترول تبع مين؟ تبع الفيز. وبيستفيد من الهاي باور هاندلنج كاباسيتي تبعت البي جي تي. يعني الاي جي بي تي هو خليط او هو مزج ما بين الفت او المصفت والبي جي تي. ماشي، الكل سامع بهدول التعابير. الاف اي تي ايش اختصار لايش؟ فيلد افكت ترانزستور. ايش ميزه الفيلد افكت ترانزستور؟ سهل اني اتحكم في الجيت تبعته، مضبوط؟ لانه فولتج كنترول ديفايس. البي جي تي له هاي باور هاندلنج كابابيلتي، يعني بيقدر يتحمل كرنتس وفولتجز وباور هاندلنج عالي. دمجنا ما بين الاثنين ايش طلعت الديفايس اللي معي؟ ولذلك هذا التيرمينال شو بنسميه بالاي جي بي تي؟ جيت. وهذول التيرمينال شو بنضلنا نسميهم؟ كوليكتر وإيميتر. ماشي، الكل واضح فاهم هاي؟ الكوليكتر والإيميتر من مين بيجوا؟ من البي جي تي. والجيت من وين اجت؟ من الفيت. اذا جمعنا ما بين الهاي باور هاندينج كاباسيتي تبعت البي جي تي الباي بولر جنكشن ترانزستور وما بين الايز اوف سويتشنج مرحله واحده، ما بدي كومبير، ما بدي احط اثنين مع بعض ان سيريز. اذا عندي او كاسكيد، اذا عندي هون هي المرحله الثالثه. هلا لاحظوا هذول نفس الشيء راح اسميهم 1 2 3 4 5 6 لانه هذا هو السيكونس تبع الفايرنج تبعهم، هو مش فايرنج سويتشنج. ايش ميزه الاي جي بي تي على الثايرستر او الاس سي ار؟ ليش استخدمنا هون 6 اي جي بي تيز ما استخدمت 6 سيليكون كنترول دايركت فيه؟ بقدر اعمل له سويتشنج اوف من الجيت. فالجيت الاس سي ار مشكلته بقدر اعمل له سويتشنج اون، بس ما بقدر انا اتحكم بالسويتشنج اوف. السويتشنج اوف راح يصير بالكوميتيشن، بالناتشرال كوميتيشن. او الاي جي بي تي بيستو انه انا بقدر اقرر امتى اعمل له سويتشنج اون وامتى اعمل له سويتشنج اوف. هذا السيكونس راح يكون 1 2 3 4 5 6. هلا هون راح اعمل كوندكشن لهدول الاي جي بي تيز ل 120 درجة او 180 درجة. هذا الشارع يا بعمل كوندكشن لكل واحد منهم لمدة 180 درجة او 120 درجة. هلا راح نشوف شو بيطلع معي، ايش الكرنت اللي بيطلع معي. هلا راح افترض في كمرحلة أولى بس عشان نفهم إنه هذا عماله بيعمل فيدينج ل ريزيستيف لود. ليش هذا مش منطقي؟ خلينا نسمي هدول يو وفي ودبليو. واللود عندي ريزيستيف لود. ليش مش منطقي اني افترض انه اللود ريزيستيف لود؟ لانه اللود هذا ايش راح يكون فعليا؟ موتور اندكشن موتور. شو الموديل تبع السكون الكيج اندكشن موتور مثلا؟ ذكرينه ايش هو؟ ايش هو يا احمد؟ في عندي هون ريزيستنس واندكتنس، مضبوط. وبعدين عندنا هون كور لوسز وماجنتايزيشن اندكتنس. وبعدين اذا اهملت الترانسفورمر افكت راح يكون عندي هون بالسكندري، مضبوط. بتذكرين هاي كل بتذكرها؟ بتشبه الى حد كبير ايش؟ ترانسفورمر، تمام. وعندي هون قلنا هذه ار 1 او ار ستيتر وهذه اكس 1 وهذه ار 2 وار 2 داش كانها ريفيرد وهذه اكس 2 الى اخره. هاي اكس ام مضبوط وهذه ار 4 مضبوط. وهذا بيمثل الايدي كرنت لوسز في الكور، وهذا بيمثل الماجنتايزيشن كرنت، وهذا بيمثل الستيتر، وهذا بيمثل الروتر، مضبوط كله هون. وبعدين عندي عفوا هون لازم نكمل، لازم اخذ هذه ار على ار 2 على اس، اوكي مضبوط. واس اللي هو سليب، فبصير يتغير السليب معي. هذه هاي المقاومة عبارة عن مقاومتين راح تتحول، مقاومة بتمثل الار 2 الموجودة في الروتر بارز، ومقاومة ثانية بتمثل الميكانيكال باور اللي عملت لها كونفرجن وتحولت لميكانيكال، عبرت عنها بالريزستر ار 2 راح تكون اظن ار 2 في 1 ماينس اس على اس. اوكي اذا بس احنا هون حتى نبسط الامور راح اسمي هاي النقطة، وهاي النقطة راح اسميها اظن سميتها انا هون كومن، وهاي راح اسميها ار، وهاي راح اسميها اس، وهاي راح اسميها تي. انا بس عشان اسهل حالي ما وصلتهم او خلص نوصلهم يو في دبليو في دبليو. هلا انا ما راح اعمل بلس ويت موديليشن هون، راح اعمل بس ستيب ويف انفرتر عشان ابسط الامور. السيكونس
كنترول سيكونس لهدول الاي جي بي تيز السته مره راح يكون عرض كل بلس 180 درجه اون 180 درجه اوف ومره راح يكون 120 درجه اون 120 درجه اوف بس السيكونس راح تتبعه راح تتبع اي ارقام هدول الارقام 1 2 3 4 5 6 راح يكون كل واحده منهم 180 درجه بس الفيس شيفت قديش لازم يكون بينهم هدول 120 لا 120 لو انه عندك ار واس وتي بس انا عندي ار واس تي وار بار واس بار وتي بار اذا قديش لازم يكون الشيفت 60 اذا لو اجينا هون راح ارسمها بشكل ما راح ادخل فيها بالتفصيل هذه مش راح بالتفصيل مش راح في الباور الكترونيكس راح احط لكم الماده اشتقاقها بده وقت بس راح احط انا بس فكره هي فكره ار اللي هو واحد اللي هو الاي جي بي تي واحد راح اعمل له سويتشنج اون ل 180 درجه وسويتشنج اوف ل 180 درجه وسويتشنج اون ل 180 درجه هاي عندي هون بتمثل 360 درجة أنا عملت له on 180 درجة خلينا نشوف الآن راح أخذ الـ T والـ T نفس الشيء راح أعمل له on 180 درجة لكن راح أعمل له shift عنه بـ 60 درجة فراح أتأخر عنه هلا هاي 180 تقريبا هي 60 وهي 60 فراح أتأخر عنه بـ 60 درجة راح يكون عندي هذا هيك هلا لو عندنا مربعات هون كان نقدر نرسمها بشكل أحسن بس ما عندنا مربعات هلا هذا نفس الشيء راح يصير 180 درجه بس هذا راح يصير 60 درجه هون وهذا تي وهذا اللي هو بعدين راح ناخذ الثالث اللي راح يكون الان 1 2 3 هلا هذه عفوا هذه تي بار تي بار يعني كانها النيجاتيف تبع التي هاي راح اسميها انا هون تي بار اللي هي 2 وهاي راح اسميها ار وهاي راح اسميها ار داش وهاي راح اسميها اس داش وهاي راح اسميها اش اس وهاي راح اسميها تي هلا لما تيجي تبنيه بالسيم باور سيستمز راح نبنيه بالسيم باور سيستمز راح اخذ 6 بلسز راح يجوني من بي دبليو ام بلس جنريتر هلا راح ناخذ الاس اللي هي 3 هذا اللي هون راح ناخره كمان 60 درجه راح يطلع معي هون راح اخره كمان 60 درجه عن هاي حتى بس نبين هذول مضبوط هذه راح تضلها 120 راح تصير هاي 60 مش هيك بعدين نفس الشيء راح اخرها 60 درجه من هون يعني بهذا الشكل هلا هاي لسه 120 وفي لسه فراغ مش هيك ما راح هاي ما راح تبين لسه معي هون لانه عندي هون 120 وفي كمان 60 مضبوط مش هاي 120 هلا عندي هون راح ننزل هذا الخط لان هذا خط ال 180 وهذا راح يجمع مين هلا اربعه مين اربعه ار داش راح اخره كمان هلا لاحظوا ار داش ايش علاقته بار؟ عكسه تماما لانه اصلا بصير شكل الار وار داش مع بعض لا شو بصير؟ شورت سيركت كمان شغله ما ننساها لازم نخليها هون هدول راح يكون كله عندي فيها في انبارلل معهم دايتس والدايتس هدول مهمين لانه الدايتس بعدين هدول لما يصير في عندي جنريشن من المحرك لما المحرك يتحول لجنريتر على مين راح يعتمد حتى يرجع الباور؟ مهم هدول الدايتس الموجودين هدول الدايتس مهمين واي انفرتر بتفتحه راح تلاقي في داخله حتى ممكن هذا تشتريه كموديول كامل يعني احتمال لما تروح تشتري تقول له بدي اي جي بي تي احتمال يعطيك اي جي بي تي موديول يبيعه مع دايود ان بارلل معه حتى في السيم باور سيستمز افتح الموديول تبع الاي جي بي تي راح تلاقي فيه دايود ان بارلل معه اذا عندي هذا هلا هون لسه برضه ما راح يبين شيء لانه هاي 180 درجه مضبوط هاي وين حفتها هاي اللي هون راح تكون هون مضبوط واضح فاهمين هاي بتلف هيك نفسها فهاي النقطه هي نفسها 360 درجه الموجوده هون بعدين عندي راح ناخذ هلا بيجي عندي خمسه اللي هو تي اللي بي اي جي بي تي الخامس راح يتاخر 60 درجه من هون هي 60 درجه ولازم يكون ايش بالنسبه لتي بار؟ عكسه كمان تمام فصار عندي هذا هون هلا هون راح يدخل جزء منه هون مضبوط؟ هاي المنطقه اللي هون راح يدخل عندي هون يعني صار عندي تي بار واخر شيء راح يكون اللي هو اس بار شايفين كيف مشينا 60 درجة؟ 60 60 60 فلما بخلص 360 في 6 أو 60 في 6 راح يعطيني 360 فراح أتأخر هلا عن هذا وممكن أمشي على S نفسها لازم تكون لما S on تكون S bar off هي 120 درجة عندي منها في 60 درجة راح تكون هون لحد هون هي هون هلا القاعدة عندي لازم R و R bar يكونوا متعاكسين وهذا صحيح S و S bar متعاكسين هي هون هي هذا الخط هيك وهذا صار اس داش اللي هو 6 هلا خلينا نطلع هون كم ترانزستور عندي كوندكتنج ات اني ون بوينت ان تايم مثلا لو جينا طلعنا على 60 درجه الاولى
هاي 60 درجة هون نزلها هيك خلال أول 60 هاي هون فتحت معي بس من سوء الرسم بس هي لساها 60 مين الثلاثة الكوندكتينج الآن هون عندي R T هون عندي R G bar و S bar بعدين عندي هون R T bar و S بعدين عندي هلا R طفى مين ضل عندي T bar و S و R bar أوكي إذا بال 180 درجة راح تعطيني 3 conducting 3 switches conducting at any one point in time طبعا هذا الترانزستور راح استعمله كايش كسويتش فإله تو كونديشن تو ستيتس ايش هم التو ستيتس يا ام اون يا ام اوف ما بستعمله بالاكتيف ريجن بالباور الكترونكس والدرايفز انتهى الاكتيف ريجن وين الاكتيف ريجن مهم تبع الترانزستور الامبليفايرز لما بعمل امبليفاير الصوت هذا اللي بضخم الصوت او عندي سيجنال بدي انسخها زي ما هي واكبرها بس احنا هون انتهى في كل الباور الكترونكس بنستخدم الترانزستور ك سويتش او المصفت كسويتش نعم اي جي بي ممكن تستخدم الاكتيف ريجن بتو انا ما بعرفش ما شفت ممكن ممكن الاي جي بي تي ممكن تستخدمه ك يعني بس انا الصحيح مش متاكد اللي بتوقعه انه تقدر تستخدمه بس هم عاده استخداماته في الباور الكترونكس بيستخدموا ك سويتش اذا هذول 3 سويتشز كوندكتنج ات ذا سيم تايم هلا في النوتس اللي انا بنزلكم اياها انا ماشي بالتفصيل كيف راح تطلع الكرنت بدنا نطلع اللاين فولتج بهمنا اللاين فولتج واللاين كارت بهذا اللو طبعا هذا ريزيستيف لو دخلناه لتبسيط الامور هلا في طريقه مش كمل من هون وتطلع 3 سويتشز ولما تطلع باي لحظه 3 سويتشز الكوندكتنج راح يطلع عندك فولتج على هذول لما يكون التو سويتشز مثلا واصلين هذول بالنيجاتيف راح يصيروا هذول الاثنين ان بارلل ما راح ادخل بتفصيلات راح نضيع وقت كثير والسايت مش موضوعنا هو موضوع في الباور الكترونكس فالماده موجوده هي الماده موجوده النوتس راح انزلهم لكن اللي بدنا نعرفه الان بدي اطلع اشوف ايش الاوتبوت فولتج اللي بيطلع معي من هون وايش الكرنت اللي بيهمنا وبيهمنا الكرنت بشكل رئيسي ليش بيهمنا الكرنت اكثر من الفولتج التورك تمام ماشي واضح التورك اللي راح يمشي في المحرك هو اللي راح يحدد لي الكرنت راح يمشي في المحرك هو راح يحدد لي التورك اللي بيعطيني اياه هذا المحرك فانا الان السؤال اللي بساله ايش هو اللاين كرنت اللي راح ينتج عندي بدون ما ادخل بتفاصيل وراح ارسم الرسم اللي بتنتج عندي من الكرنت اللي هو اي ار الاي ار او اي يو اذا بدك تسميه هون الكرنت اللي ماشي هون هو نفسه راح يكون سيمتريكال بس في فيس شيفت بين اي يو واي بي واي دبليو بمقدار 120 درجه 120 درجه كمان فلما يكون عندي 180 درجه كوندكتنج الويف فورم راح تطلع معي بعد الاشتقاق راح تطلع معي شكلها بهذا الشكل اللي هي اذا سميناها اي ار وراح افترض الان انه عندي انا هون بهذا الشغل اللي هون بفترض انه عندي في دي سي 2 في دي سي بطاريتين كانوا عندي طبعا هي هون بالحاله هاي مش بطاريتين هي جاي من هون بس لو فرضنا انه هذه كانت 2 في دي سي وهاي كانت كومن بوينت هذا عندي بلس في دي سي وهذا بلس في دي سي بس هاي البطاريه مشبوكه البوزيتيف تبعها مع الجراوند شو راح تعطيني عند النقطه هاي هذه دائما ماينس في دي سي مضبوط وهاي بلس في دي سي بهذا الشكل ولو افترض انه هذه عباره عن ار وهذا ار وهذا ار كريزيستر الاومز راح يطلع معي الكرنت بالشكل التالي اللي هو هذا خلال اول 60 درجه من هون هي 60 درجه بعدين هي كمان 60 درجه بعدين عندي هون هي 60 درجه بعدين راح ننزل هون 60 درجه هاي بعدين 60 درجه وين صارت ال 360 هي ال 360 هي هذه شكل الويف فورم، هل هاي ساينوسويدال؟ لا، عم نحاول نقترب من الساينوسويدال. بس انا هون هذه ديفينتلي مش ساينوسويدال ولذلك سميناها ستيب ويف انفرتر، لانه الكرنت في النهايه اللي راح يمشي في هذا المحرك هو عباره عن ستيبس، هلا هذول القيم تبعتهم هي عباره 2 على 3 في دي سي على ار و4 على 3 في دي سي على ار وهاي نفس الشيء راح تكون ناقص 4 على 3 في دي سي على ار وناقص 2 على 3 في دي سي على ار، زي ما حكيت الاشتقاق راح ياخذني وقت طويل امشي فيه يعني ما بيهمناش هلا كثير انه نركز عليه موجود الاشتقاق، كيف اجت هذه من هون؟ هلا شو مشكلتي الاساسيه بهاي الدائره؟ شو مشكله هذا الكرنت؟ طيب ماشي مش هذا الكرنت في هارمونكس هائله موجوده في هاي
الهارمونكس ما بتفيدني او بشكل عام بتخرب علي الهارمونكس دائما بكون زي فالتورك بنزل هذا هل مش هاي بقدر احللها هارمونيك اناليسيس نقدر نعمل لها هارمونيك اناليسيس متذكرين الهارمونيك اناليسيس اخذته بالسيجنالز او الباور الكترونكس هذا مش بقدر احوله لفوريير سيريز لها فاندمنتال هل هي دي سي لا ليش ما هي دي سي لانه المساحه هاي تساوي للمساحه هاي مش هيك المساحتين متساويتين اذا الافرج تبع هذه زيرو ما لها دي سي كومبوننت واللي هو جيد لانه ما بفعليش دي سي كومبوننت في الاندكشن مود مش هيك هلا هاي هل هي بيريوديك بيريوديك اذا بقدر احللها لفوريير سيريز بقدر اطلع الفيرست والثيرد ما راح يطلع عندي سكند راح يطلع الفيرست والثيرد والفيفث والسيفنث الى اخره يطلع معنا كل هدول هلا هاي اذا بدكم هذا اكسرسايز اللي حابب يطلع عليه يعمله نحول هاي ونقدر نطلع الار ام اس كمان تبع هذه الويف فورم نطلع الار ام اس كرنت لانه الاي ار ام اس هو اللي بيهمنا بالحاله هاي اذا لكن هذا مشكلته انا عم بضيع ما عم بستفيد من التورك كامل لانه ايديالي انا بدي الكرنت هذا شو يكون سينوسويدال لان هاي مشكله ستيب ويف انفرترز اول ما طلعت الانفرترز او الانفرترز البسيطه الموجوده الان في بعض انفرترز بسيطه بيستعملوها بس حتى يعمل درايفنج مثلا لكتل او شيء او شكل الجهاز بيستعملوا هذا النوع لكن هذا هاي الويف فورم مش سينوسويدال فيها هارمونكس التورك تبعها ما راح يكون ايديال وراح تضيع حراره اضافيه في المحرك الحراره الاضافيه اللي راح تضيع في المحرك عماله بضيع طاقه على الفاضي لكن هذه جاي من 180 درجه كوندكشن